السلام عليكم، شباب معكم محمد الحمادي من قناة Amazing Game. ياكم فيديو جديد Call of Duty واخيرا اول جيم بلاي في القناة. طبعا كان عندي شوية اشغال، القاتل ما كانت تشتغل ويعني كان في مشاكل ود مشاكل فما قدر انزل فيديوهات. اسمحوا لي، شكرا 150 متابع او اقل، بس اهم شيء شكرا. فخلونا نبدا ندخل الثيم. يلا طبعا اللي ما اشترك في القناة يروح يشترك في القناة. طبعا يا شباب منكم طلب صغير، بس اي واحد يشوف الفيديو يكتب لي في الوصف هو شي بيشوف الفيديو الجاي. اي شي تبون ان شاء الله راح انفذ لكم، بس تطلبوه في الوصف فالكم طيب. دعمونا باللايك، اي شي لايكات كومنتات، هذا كله حافز لنا ان شاء الله. هلا نبدأ نختار. Team Deathmatch. خلنا خلونا نجربها بسنايبر أول شيء، لأن هذا الجيم ينفع صراحة سنايبر فيه. You now have execute authority. Move out. Enemies advancing. يا الله اكتافنا في واحد بيه. We've lost control. لا 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 يا اخي، هذا الليزر لما الناس يلعبون فيه يكون يعني سلاح قوي، بس لما انت تلعب فيه taking the lead. واحد على السور يطلع لنا. وين انسدح هذا وراي؟ Enemy care package incoming. Enemy UAV above. وين care package؟
one target. Ready for action. He's taking the advantage. Friendly XS-1 Vulcan inbound. Land, friendly UAV above. بالله نحتاج نحصل الارض ده. We're winning. Friendly Warbird in the air. Warbird assistance requested. Warbird support requested. طبعا يا شباب هذا كان كل الفيديو. اذا عجبك الفيديو اضغط على زر لايك واشتراك في القناة، اكتب في الوصف اللي تبي تشوفه. ان شاء الله ان شاء الله يوميا راح احاول اني احط لكم فيديوهات عشان ما تتمللون. وهذا كان كل الفيديو، مع السلامة.